السلام عليكم. في هذه الفيديو هذه غادي نبدل داك الشحن الحراري اللي كاين بين الميكرو بروسيسور والمبرد. اول حاجه غادي نديرها هي غادي نورك على هذه البوطونه، هذه 5 ديال الثواني باش هذاك المكتفات يخواو. ما عرفتش انا واش تيخواو بصح ولا ما جربتش انايا تيستيت هادشي بنفسي. نقلب البيسي باش نبدا عملية الفتح. هاد الحاسوب راه ساهل حيت المبرد والبروسيسور كاينين مباشرة تحت الكلافي. حنا غنحيدو غير الكلافي. كاين في شادين ثلاثة الفيسات، كاين هذا كاين هذا كاين هذا، نحلو غير ثلاثة ديال الفيزات. نقلب باش نحيدو الكلافي باش نزيد الكلافي نحيدو. كاينين ثلاثة ديال اللعيبات اللي كيشدوه. غادي نديرو ديال هاك نحطها لتحت، هادي ديجا هابطة. غادي نطلعو لكن ما تطلعوش هاد الزربة، حيت كاينة واحد لاناب شادة لتحت. كاينين جوج ديال لي ناب، كاينة هادي وهادي، جوجهم مشدودين قراب. كطلعو هادي كتجرو هادي حتى هي كطلعو كدفعو عليها. دابا شنو آخر غادي نحيدو؟ غادي نحيدو هادي البلاستيكة هادي. مكنتش عاقل كيفاش كتحيدو. اوكي عارف شنو خصني ندير. كاينين واحد الفيسات هنايا، الفيس هذا وهذا. تقريبا كل 3 شهور ولا 4 شهور كنبدا نبدل هاد الشحنة هادي ديال البروسيسور، سينو ديك الفلفلة كتولي كدور بالجهد وكتبدا تغوت. شفت علاش ضروري خصكم تبدلو هادي من واحد المدة لمدة. فوالا دابا غادي نقدر نهزها لبلاصتها. كملت كنجرفها كون فرشختها. قبل غادي نحيد هادي، هاد لانارك غادي نكمل عملية رفع. لي بوطون تاكتيل نغبر. واخا نكمل نحيدو هاد البوطون هادا اللي يسد المروحة، نحيد هاد السكوتش هادا. هاد السكوتش هادا راه ماشي ديال الأصل، هذا أنا اللي درتو. دابا هذا هو البروسيسور هو هذا. باش تحلو هاد الفيسات هادو ماشي غادي تحلو، غادي
كل فيس غادي تدور مثلا دورة، كل فيس دوره دورة ولا جوج، هذا جوج دورات مثلا، هذا جوج دورات، هذا جوج دورات، هذا جوج دورات، انتوما غاديين. مثلا الا طلعتو فيس بوحدو كيميل، وديك الميله تقدر تهرس، تقدر يتشق البروس، ديك الحواف ديال البروس يقدروا يتشقوا. كيفاش كنحلوه دابا؟ هذا خصو يطلع هكذا، يطلع بطريقة عمودية، ميميل شو ميميل تاش اتجاه. هنا غادي نهزوه، ما يتلش، نستنحيد نستنحيد الفرفرة من بلاصتها، غادي نروح من بلاصتها، عاد غادي يخرج. قام شتي قام غبر، غادي نطويه. اذا غادي نحيي نهزوه هذا المبرد، دابا دابا باين قريب. اش هادي الغبرة؟ هذا بروس، وهادي هي لاكارت غرافيك. غنبدا دابا بالتنظيف ديال المروحة ديال المبرد. شتي راه بدا تيصدي، شتي دوك النقيطات، دوك النقيطات راه صدا هذاك. هادشي هذا ماعرفتش كيفاش غادي نعالجو. هاي البلاصة التانية تيتهرسات، دابا البلاصة اللي كتهرس راه هو داك الصدا، داك الصدا اللي كنتحيد. باش كنحيد الصدا نمشي مع هداك الحديد اللي هذا. غادي ندير ليه شويه ديال الزيت، ندير ليه شويه ديال الزيت المعدنيه. غنديرها واخا الزيت المعدنيه غادي تسبب انه غادي تسبب ديك الغبره غادي تكثر، الزيت كتشد الغبره. ما نخليه يشد الغبره ونحلو عاوتاني من لهنا لواحد الشهر، حيت ما يمكنش نخليه كدا بقا يسد. الا خليته كدا لا غنضيعو صافي. غندير ليه دابا شويه ديال الزيت، نرجع الرادياتور بلاصتو. غادي ندير ليه زيت خفيفة، ديك الزيت الخفيفة غادي غادي تنتشر، الزيت الخفيفة دايا كتنتشر، حيت كاينة زيت تقيلة، الزيت تقيلة ما غادي الزيت تقيلة غادي تشد الغبرة، تشد الغبرة بزاف وما غادي تنتشر بسهوله. ماشي هادي زيت خفيف، هاك شتي كاينه زيت ثقيله، زيت ثقيله هاد هادي كنستعملها في داك لونغروناج وداك الشيء اللي فيه فيه القوه اكثر. ماشي غادي ندير هكا، ولا دابا دابا راني طويتهم، راني طويت الرادياتور وراني طويت الفرن، دابا غادي نرجعهم لبلاصتهم. غادي نحاول نحيد ديك الغبرة اللي كاينة هنايا.
ندير شويه ديال الكحول، ما اعتادوش الكحول هذا، راه هذا باش كيحيدو، باش كيحيدو العيالات الصباغه ديال الظفار. دغيا تنشف ديال بحال جي بي تي. دابا غادي نجيو نديرو فوقها، نديرو لاباط. لاباط الا ما كانتش عندكم، الا كنتو بحالي عندكم بقى لكم غير واحد الشويه، تقدر دير واحد الطريقه ديما كنستعملها، الا وهي الطريقه ديال النقط. نتبدا من هنا، ما كنديرش نقطه كبيره، كندير نقط صغار. نقطه الوسط، نقطة في الجنب، ندير نقطة الوسط ونقاطي في الجناب. نقطة الوسط ياك، نقاطي في الجناب بهذه الطريقة. هادي دغيا كتنتشر، دغيا كتنتشر لاباط. نقطة الوسط وعاد في الجناب بهذه الطريقة. كتكون متأكد بأن لاباط غادي هاك معاقني كيف باش حيدتو، باش حيدت الرادياتور، كيفاش لقيتو لاباط كتطلع مسرحة. دابا نرجع و غادي نحط الرادياتور، و غادي نقسم باش بلاصتو. نديسي هاد الشي بهاد الطريقة متوازية، مندخلوش فيس كلو، نخليو الآخر ولا غادي تفيسيو هادي مع هادا، تفيسي هادا مع هادا، وهادا مع هادا. بقات لينا حيت الجلدة هادي، الجلدة غادي ندخلها من تحت من هنا. صافي دابا فيكسيت هاد الجلدة هادي باش الريح ميدوزش من التحت، يدوز من الشبكة، باش يقدر، باش التبريدة تكون مزيانة. اوكي دابا غادي نرجع المروحة، باش كانت غادي ناخد شويه ديال الساق، وغادي نديرو هنا باش ديك الهواء ما يتسربش، ويجي هناك تسرب من الهواء. مزيان نطلق، مزيان يفوت. باقي انني غادي نرجع هاد لابار تاكتيل، غادي نرجع لاناب، من بعد غنسد الكرون باش نرجع لبسات الناس. اصعب حاجه في هذا الرجوع هذا هو ترجع هاد لي ناب بلايصهم. لي ناب صعاب شويه ترجعهم بلايصهم، غديو شويه ديال، غديو شويه ديال المجهود الفكري والمجهود المجهود ديال الدقه.
دابا تفكسات غادي تدخل اول حاجه هما هاد اللعيبات اللي خارجين هما غادي تصدقوهم تدخلهم عاد غادي تجيو لهنا غادي تبركو غادي تدفعو هاد السقطة تاعو تاع السقطة وهانت سالت دابا دابا ساليت على بركة الله هذا اللي في فرق الدور مزيان هذه إشارة جيدة ولا ما كاينش حاجة قبل ما نصور هذا الفيديو عبرت الحرارة ديال البروسيسور وهو خدام 100% وكيف ما كتشوفوا وصل 85 درجة في القلب الأول اللي باللون الأخضر و 84 درجة في القلب الثاني اللي باللون الزرق وفاش انتهيت من تصوير الفيديو وقبل ما ندير المونتاج درت نفس العملية وعطاتني 79 درجة في القلب الأول اللون الأخضر و 75 درجة في القلب الثاني اللي باللون الزرق يعني ان الحرارة ديال البروسيسور نقصات معدل ديال 7.5 درجة فوالا لا فيديو سالات وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها والسلام عليكم.